بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم طلاب شركة آفاق التعليمية ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية. درس اليوم لطلاب الصف الثاني الثانوي بعنوان حل أنظمة المتباينات الخطية بيانيا. طبعا درس اليوم يعتبر امتداد لدرس الحصة السابقة اللي هو حل المتباينات بيانيا. تمام؟ ليه؟ لأن حل أنظمة المتباينات، كلمة نظام من المتباينات، المتباينات يعني أكثر من متباين. الحصة اللي فاتت كنا بنحل متباينة واحدة، اليوم هنشوف إزاي نحل أنظمة يعني أكثر من متباينة. تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده بالتفصيل. ياريت كل طالب يفتح معانا الكتاب على الدرس. المثال الأول في درس اليوم بيتكلم عن تحديد مناطق الحل المتقاطع. أو مناطق الحل الايه المتقاطعة، ده مثال رقم واحد بيقول لحل النظام الآتي. أولا تاني معنى كلمة نظام ايه؟ معنى كلمة نظام من المتباينات ايه؟ كلمة نظام من المتباينات يعني متباينتين اثنين أو أكثر، يعني أكثر من متباين. ومعنى حل النظام يعني تحديد منطقة الحل المشتركة التي تحقق جميع المتباينات دي. طيب ايه الخطوات اللي ممكن نعملها في الحل؟ بنمثل كل متباينة من المتباينات على حدة، يعني الوحدة بحلها، ونحدد منطقة الحل الخاصة بها، وبعدين في الآخر بنطلع المنطقة المشتركة في هذه المناطق، يعني منطقة الحل المشتركة لهذه المناطق الخاصة بكل متباينة. تعال نحل المتباينة دي مع بعض. طبعا المثال محلول عندكم، بس احنا حبينا نوضح لكم طريقة الحل أو خطوات الحل بالتفصيل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نرسم المتباينة الأولى، يعني هنحل المتباينة الأولى دي زي الدرس اللي فات بالظبط، زي الدرس الحصة اللي فات. كنا بنقول إن احنا بنحول المتباينة دي إلى معادلة، تمام؟ يعني هنكتب كده إن واي هتساوي 2 إكس ناقص 4. كده أنا حولت المتباينة الأولى لمعادلة. طب عشان أمثلها بيانيًا بحتاج لمجموعة من النقاط، نقطتين على الأقل، وزي ما شفنا برضه الحصة اللي فاتت هنعمل جدول خاص بهذه المتباينة يوضح بعض القيم بين إكس وإيه؟ بين إكس وواي. هنفترض مثلًا هنا إكس وهنا واي، طبعًا دول القيم اللي أنا بطلعها عشان أقدر أرسم بيها. هنفترض إن إكس دي هنحط مكانها صفر. لو ضربت 2 في صفر بصفر، صفر ناقص 4 يبقى سالب 4. طيب لو حطيت مكان الاكس 1، طبعا القيم الاختياريه، يعني حط القيم الاختياريه من عندك بحيث تقدر تمثلها بشكل سهل ومفيش فيها شيء ثابت، يعني مره تحط مثلا اكس بصفر وواي بصفر حسب ظروف المساله او حسب ظروف المتباين. المهم القيم اللي طلعت يفضل انها تكون قيم لاعداد صحيحه بحيث يسهل عمليه التمثيل بتاعتها. فلو حطيت مكان الاكس 1 وهنشيل الاكس ونحط مكانه 1، يبقى 2 ضرب 1 2 ضرب 1 اهوت. بص هنشيل الاكس مع بعض معايا ونحط مكانها 1. 2 ضرب 1 ب 2، 2 ناقص 4، 2 ناقص 4 بيساوي سالب 2. كده خلاص احنا عملنا النقاط اللي نقدر نمثل بيها المتباينة الأولى أو الحد بتاع المعادلة ديت اللي هي توصلنا لمنطقة الحل المتباينة الأولى. طيب تعالوا نشوف مع بعض المتباينة الثانية. المتباينة الثانية عشان نعملها نفس الكلام أحولها لمعادلة، نفس الكلام اللي خدناه قبل كده، نقول واي هتساوي سالب 5 من 10، يعني سالب نص اكس زائد 3. دي المتباينة. طيب نفس الخطوات نعملها جدول ونرسم بعض القيم اللي هنرسم بيها أو نحل بيها. نحط هنا اكس وهنا واي، تمام؟ هنفترض ان اكس بتساوي صفر زي اللي فاتت بالظبط. ها هنعوض عن الاكس بصفر، يبقى نشيل الاكس ونحط مكانها صفر. سالب نص ضرب صفر طبعا بيساوي صفر، صفر لو ضربناه في اي رقم بيساوي صفر او في اي عدد. صفر زائد 3 ممتاز هيساوي 3، يبقى اول نقطه صفر و3. طيب تعال نحط مكان اكس قيمه ثانيه. لو حطيت مكان اكس هنا 1 مثلا هيطلع الناتج
في كسر. وانا قلت لك افضل ان الارقام اللي تطلع تبقى اعداد صحيحه. لو انت بقى بتفكر كويس استبدل الاكس باتنين، او هنعوض على الاكس باتنين. ليه؟ لان انا لما اضرب اتنين في سالب نص يطلع سالب واحد. ممتاز. اتنين انضرب في نص، عارفين ان الاتنين نظير ضرب للنص، بمعنى كده ان حصل ضربهم بواحد، وهنا في سالب يبقى سالب واحد. سالب واحد زائد تلاته قايل هيساوي اتنين، يبقى النقطه الثانيه اتنين اتنين. تعالى بقى نوضح لكم ازاي رسمنا الخطوط ديت، وازاي نوضح او نحدد منطقه الحل المشترك. ركز معايا. تعالى نمثل اول نقطه صفر وسالب اربعه. ادي الصفر اهو، ادي الصفر وسالب اربعه، اهي صفر وسالب اربعه كويس. طيب واحد وسالب اتنين، واحد وسالب اتنين. ممتاز. ملاحظ انت ان النقطتين الاتنين دول واقعين على الخط ده. طب تيجي حاطط المسطره بتاعتك على النقطتين دول وتوصل المسطره، ومين فاكر ليه حطينا او رسمنا الخط ده متقطع؟ بنرجع على طول نشوف المتباينه بتاعتنا. المتباينه مفيش فيها علامه او يساوي، بل حد هنا منفصل، فعشان كده رسمنا خط متقطع. طيب تعالى نمثل الايه؟ الخط الثاني. صفر وثلاثه، صفر وكام؟ صفر وثلاثه. ادي صفر اهي وتطلع فوق ثلاثه. وايه كمان؟ اثنين واثنين، اثنين هنا نخش على اكس اثنين ونطلع اثنين. واضح ان في نقطتين اهو مات. لو تلاحظ النقطه الاولى والنقطه الثانيه هتحط المسطره عليهم وتوصل خط متصل ولا متقطع. نرجع هنا، العلامه هنا في او يساوي، يبقى نحط او هنرسم خط متصل زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نحدد منطقه الحل المشترك. ركز معايا عشان تفهم ازاي بنحدد منطقه الحل المشترك. الحصه اللي فاتت قلنا لما تكون واي اكبر، الخط الاولاني اللي هو ده اللي هو بيمثله واي بيساوي 2 اكس ناقص 4، الخط ده هو واي فيه في المتباين اكبر ولا اقل؟ واضح انها اكبر، يبقى معنى كده ان منطقه الحل فوق اعلى منه. زي ما قلت لك بدل ما تعوض بنقطه صفر وصفر فيها صعوبه شويه، لا احنا ممكن على طول المنطقه اللي فوق. يعني معنى كده ان الخط ده اهو او المتباينه الاولى منطقه الحل بتاعتها اللي هي متظلله باللون الاخضر واللون الازرق، تمام؟ الاثنين دول مع بعض. طب الخط الثاني او المتباينه الثانيه واي فيها اقل، يعني معنى اللي هو الخط ده اقل يعني اسفل، خد بالك معايا، اسفل يعني المنطقه الخضراء والمنطقه الصفراء. طب المنطقتين الاثنين اللي احنا قلناهم مين المنطقه اللي هم تقاطعوا فيها؟ خد بالك الاثنين دول اهو المتباينه الاولى، والمنطقتين الاثنين دول المتباينه الثانيه، واضح خالص ان هم تقاطعوا في المنطقه دي. هتيجي جاي اهو نحدد على طول ان منطقه الحل اللي هي دي، دي منطقه الحل اللي هي اللي هي متلونه اصلا باللون الاخضر عندك، دي منطقه الحل يا شباب المشترك. يبقى انت كده حددت منطقه حل نظام المتباينات. يعني المنطقه دي اي نقطه تقع في هذه المنطقه تحقق كلا المتباينتين، ده معنى حل النظام. يعني مثلا لو جيت النقطه ده هي مثلا يعني وعوضت بيها في المتباينه الاولى وفي المتباينه الثانيه هتحقق المتباينتين ايه؟ الاثنين، وده معنى كلمه حل الايه؟ حل النظام. تعالوا مع بعض نشوف تحقق من فهمك واحد ايه، ونحل مع بعض احنا بقى. امسك القلم وحل معايا. مين يحل معايا؟ اول خطوه زي ما اتفقنا نحول المتباينه الى معادله. يبقى احنا هنكتب كده هو واي هتساوي سالب 2 اكس زائد 5. عشان نرسمها نعوض بالنقطتين عند الجدول اهو المتباينه دي لبعض القيم اكس وواي. نحط هنا اكس وهنا واي، هنحط الاكس بصفر. نحط الاكس بصفر، يبقى معنى كده سالب 2 ضرب صفر بصفر، صفر زائد 5 بيساوي 5، يبقى معنى كده الواي بتاعتها 5، يبقى النقطة صفر وخمسة تقع على الخط. نعوض تاني بكام؟ عوض عن الاكس بواحد، هنا سهلة الأرقام هتطلع صحيحة. نحط مكان الاكس واحد، ونشيل الاكس ونحط مكانه واحد معايا،
سالب 2 ضرب 1 بسالب 2، سالب 2 زائد 5 معناها 5 ناقص 2 يعني 1 بيساوي 3. يبقى معنى كده ان انا كده اقدر ارسم الايه الخط اللي هو من خلاله نحدد منطقه الحل المتباينه. طب تعالوا ناخد المتباينه الثانيه اللي هي ها المقياس، نحولها الاول الى معادله اللي هي واي هتساوي سالب ربع اكس ناقص 6 قايل ها. يلا نرسم جدول ليها اهو، نعمل جدول ها لبعض القيم اكس واي، هنا الاكس وهنا الواي، هنحط برضه الاكس بصفر للسهوله. طبعا لما انا بحط صفر لان لما بضرب صفر في اي عدد خلاص يبقى هنا صفر، تمام؟ يبقى هنا واي هتساوي سالب 6 على طول، صح ولا لا؟ تاني لما تشيل الاكس دي ونحط مكانها صفر، صفر باي في اي رقم بصفر، صفر ناقص 6 بيساوي سالب 6، يبقى النقطه الاولى صفر وسالب 6. تعالى نعوض نقطه تانيه، مين شاطر يقول لي ايه فين؟ حط على الاكس الكام؟ لو فاكرين المتباين اللي فاتت كان هنا نص ضربت في 2 عشان الاثنين تروح مع الاثنين اللي تحت. طب لما يبقى هنا 4 تحت، لما يبقى هنا 4 يفضل تضرب في عدد يروح مع الأربعة دي عشان إيه؟ عشان ما يطلعش عن الكسور. برافو، أنا سامع واحد بيقول هحط مكان الإكس 4، تمام؟ طيب لو حطيت مكان الإكس 4 وممكن تحط سالب 4 عشان الوتر يظهر شوية. طبعا الكلام ده كله براحتك أنت، أنت بتختار قيم اختيارية. لو حطيت سالب 4 طبعا سالب في سالب أمونة معايا شباب؟ طيب والأربعة أضيف مع الأربعة يبقى هنا واحد، واحد ناقص 6 برافو، واحد ناقص 6 بسالب 5. يبقى معنى كده إن النقطة الثانية هي سالب 4 سالب 4 وسالب 5، نكتبهم تاني عشان يبقوا واضحين أهو. ها النقطة دي بتبقى سالب 4 نعوض بيها هنا يطلع سالب 5. تعال نرسم بقى رسم بياني للايه؟ للنقاط ديت. نرسم شبكة بيانية زي ديت، ادي محور اكس وادي محور واي، تمام؟ طيب بعد كده ها يلا نرسم 0 و5. طبعا ممكن نحط ارقام مش لازم نحط 1 2 3 4، ممكن نمشي في ارقام كبيره شويه، يعني مثلا نحط هنا 2 وبعدين 4 وبعدين 6 وهكذا، وهنا نفس الكلام نحط هنا 2 4 6 وهنا سالب 2 سالب 4 سالب 6. تعال نرسم بقى 0 و5، أول نقطة صفر وخمسة، يبقى نحط نقطة هنا كده. نعمل كده، نقطة هنا في المنتهى. طيب واحد وتلاتة، واحد أهو وتلاتة هنا. ممتاز، يبقى صفر الأول هنا، وطلعت إن الخمسة دي بين أربعة وستة. واحد اللي هو بين الصفر والاتنين، ونطلع عندي تلاتة، ليه كده؟ وبعدين نعمل ايه؟ نوصل النقطتين دول بخط. طب الخط ده نسمه متصل ولا متقطع؟ مين يقول يرجع للمتباين؟ طبعا المتباينه دي المتباينه دي فيها علامه او يساوي، يبقى الخط هيبقى ايه يا شباب؟ هيبقى متصل. برافو، هتيجي انت جاي راسم خط متصل بيمر بنقطتين الاثنين دول. طبعا يراعى الدقه وانت بتحط المسطره بتاعتك عشان الرسم يكون ايه؟ مظبوطة. تمام، خلاص رسمنا خط مستقيم بيمر بالنقطتين. طيب تعالى نمثل المتباينة الثانية. عندك ها عندك صفر وسالب ستة، ادي الصفر اهو سالب ستة. طيب ها سالب أربعة وسالب خمسة، سالب 4 طبعا نمشي كده، نمشي هنا سالب 2 وبعدين سالب 2 وبعدين سالب 4،
هننزل عند سالب 4 لغاية سالب 5. سالب 5 دي هنا كده بالظبط. تمام؟ هنرسم اهو ادي النقطة كده سالب 4 وسالب 5. وبعدين نرسم خط بيمر بالنقطتين الاثنين دول، بس الخط هنا متقطع عشان ما فيش علامة أو إيه؟ أو يساوي، فنرسم خط متقطع زي ده وارسمه بيمر بالإيه؟ بالنقطتين الاثنين دول كده. تمام؟ طيب كويس. عايزين بقى نحدد منطقة الإيه؟ الحد. طبعاً يفضل إنك أنت تقسم في الرسومات الخطوط المستقيمة تحط لها أسهم. المتباينة الأولى هي واي فيها أقل. يعني معنى كده إن أنا عايز المنطقة اللي أسفل من الخط ده أقل من تحت منه. ركز معايا. تمام؟ طيب. والمتباينة الثانية فيها واي أكبر، واي أكبر قلت لك يبقى أنا هرسم فوق الخط ده. يعني أنا عايز المنطقة المشتركة اللي هي تضمن لي إن أكون أسفل من الخط اللي فوق ده أهو، وفي نفس الوقت أعلى من الخط اللي إيه؟ اللي تحت. لو أنت مركز شوية هتلاقي مظلل على طول المنطقة دي. تمام؟ أهو لو ظللنا كده دي منطقة الحل المشتركة اللي هي بين الخط الأول أسفل من الخط ده، أسفل منه وفي نفس الوقت أعلى من الخط اللي إيه؟ المتقطع ده، دي منطقة الحل المشتركة وده يعتبر حل النظام بتاعنا. تاني هو أسفل من الخط ده هو وأعلى من الخط. طبعاً ما نرسمش هنا ولا نرسم هنا كده ولا نرسم هنا، يعني هنا أعلى أهو هنا أعلى منه، أنا لازم أكون أسفل من ده وأعلى من ده، فدي تعتبر منطقة الحل الإيه؟ المشتركة. تعالوا مع بعض نشوف مثال اتنين بيتكلم عن مناطق الحل الغير متقاطعة. يعني أحيانا بيكون في مناطق حل غير متقاطعة. تعالوا نشوف نرسم ازاي النظام ده. نفس الكلام ده هحول المتباينة الأولى إلى معادلة اللي هي واي هتساوي اكس زائد 5. هنعمل لها جدول على طول كده، نحط بعض القيم. خلينا عرفنا دلوقتي خطوات الحل لاكس واي، نحط اكس بصفر على طول، صفر زائد 5 هتساوي 5. طب لو حطيت الاكس بسالب 1 وبسالب 2 يبقى سالب 2 زائد 5 هتساوي 3. كده معايا خلاص نقطتين اقدر ارسم بيهم. تعالوا نروح على طول كده نعمل المتباينة التانية. هنحول المتباينة التانية إلى معادلة، هنكتب y هتساوي x ناقص 4 ونرسم جدول عشان نحدد النقاط اللي هقدر نرسمها. هنعوض ببعض القيم الـ x والـ y، حط مكان الـ x صفر، صفر ناقص 4 بيساوي سالب 4. حط مكان الاكس 2 يبقى 2 ناقص 4 سالب 2. يلا نروح نرسم. بص معايا حضراتكم كويس. اول نقطه هنا اللي هي للمتباينه الاولى 0 و5، 0 و5. طبعا هنا كاتب هو مقياس بس، طبعا الصفر اهو كاتب دي 4 ودي 8 يبقى 5 زي ما انتم شايفين كده. طيب سالب 2 و3، سالب 2 طبعا هنا و3 اللي هي المنطقه دي، خد بالك لو سالب 2 اللي هي بين سالب 4، سالب 2 اللي هي بين سالب 4 وبين ايه؟ طبعا دي سالب 2 اهي، دي سالب 4، سالب 2 يبقى هنا بالظبط كده، واطلع لغايه 3، طبعا هنا هنا 2 وهنا 4 يبقى 3 المنطقه اللي في النص ده، برافو، يبقى نحط نقطه اهو. وزي ما انتم شايفين وصلنا الخط اللي بينهم، الخط اللي مرسوم دوت اللي هو المتصل، متصل عشان فيه علامه ها او يساوي. طيب المتباينه الثانيه، المتباينه الثانيه لو انتم ملاحظين فيها الخط فيها يكون متقطع اللي هو الخط الثاني ده. تعالى نمثل النقاط، صفر وسالب 4، صفر وسالب 4 هي صفر وسالب 4 ممتاز، و2 وسالب 2، 2 اهي وسالب 2، ورسمنا الخط
اللي بينهم المتقطع ده. بس هنا بقى تعال نحدد مناطق الحل. لو تلاحظوا ان هنا فوق هنا واي اكبر من، يعني معنى كده ان انا امثل المنطقه اللي فوق هنا، يعني منطقه الحل اللي فوق دي، وهنا المنطقه واي اقل من منطقه الحل اللي تحت دي. هل المنطقتين الاثنين دول في بينهم تقاطع؟ طبعا ما فيش بينهم تقاطع. وطالما ما فيش بينهم تقاطع بين المنطقه دي والمنطقه دي ما فيش بينهم تقاطع، فنقول انه ليس هناك حل للنظام، او لا يوجد حل لمجهول. مفيش حل مشترك، وممكن نقول ان الحل بيساوي المجموعه الخاليه اللي هي ايه؟ اللي هي فايل، لان مفيش منطقه تحقق المتباينتين الاثنين. تمام؟ طيب نشوف مثال ثاني. مثال 4 بإيجاد رؤوس المنطقة المحصورة. هنا بيقول لي جد إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني للنظام الآتي. يعني عندك نظام مكون من ثلاث متباينات وعايزين نرسمهم وبعدين نطلع رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني. تعال مع بعض واحدة واحدة كده. أول متباينة هي اللي هي هنكتب كده y هتساوي 2 x ناقص 8. تمام؟ الجدول بتاعها على طول مباشره من تحتها كده، ادي الاكس وادي الواي. حط الاكس على طول بصفر، صفر ناقص 8 يساوي سالب 8. انت تكلمنا على النقطه دلوقتي، حط مكان الاكس مثلا قيمه ثانيه زي سالب 2، او خلينا نقول 2. يلا ها 2 مكان الاكس، 2 ضرب 2 ب 4. بص معايا تاني عشان الناس تبقى متابعه معايا. 2 اهي هنشيل الاكس ونحط مكانها 2. 2 ضرب 2 ب 4، 4 ناقص 8، 4 ناقص 8 بسالب 4. تمام؟ طيب نروح للمتباينه اللي بعدها اللي هي واي، طبعا بنحولها لمعادله، بتساوي سالب ربع اكس زائد صفر. نعمل الجدول خاص بيها كده. تمام؟ هنحط هنا الاكس وهنا الواي. حط على طول الاكس بصفر زي ما اتفقنا على طول بقى. لو حطيت الاكس بصفر، ايوه اللي احنا شايفينه اهو، خلاص ده راح. تمام؟ لان صفر في اي حاجه بصفر يبقى 6، يبقى واي بيساوي 6. حط مكان الاكس مين يقول بقى زي ما اتكلمنا كتير؟ برافو، سامع حد يقول احط الاكس مكان 4 عشان تروح مع الاربعه دي. ممتاز، يبقى نحط مكان الاكس 4. طبعا الاربعه دي لو حطيتها مكان الاكس هتروح مع الاربعه دي كده، ويبقى عندك سالب كام؟ 1. طب سالب 1 بقى زائد 6 تاني، هو دي راحت مع دي، الأربعة اللي أنا حطيتها راحت مع الأربعة دي، اتفضل سالب 1، سالب 1 زائد 6 هيساوي كام يا شباب؟ هيساوي 5. ناخد المتباينة التالتة، لأن هنا في تلات متباينات، نحولها برضه من نوع المعادلة الأول، واي هي بتساوي أو 4 واي بتساوي سالب 15 إكس ناقص 32. تمام؟ تعالى نعمل الجدول اللي احنا بنرسمه، ونحط هنا الاكس وهنا الواي. لو حطينا الاكس بصفر زي كل مره، صفر في اي حاجه بصفر، ممتاز، دايما صفر، يبقى بقى عندي سالب 32. سالب 32 لسه بقى ناقصه على 4، دي بقى الحته اللي تاخد بالك منها، لان في 4 هنا ومعانا كل مره كان هنا في جوال حل. لكن هنا في 4 واي، فطبعا الناتج هنا لازم يقسم على 4. يبقى انا لو حطيت مكان الاكس صفر هنقسم سالب 32 على 4 على سالب 8. ممتاز. طيب عايزين كمان نقطه، طبعا لو حطيت مكان الاكس 1 مش هينفع، لكن تعال نحط مكان الاكس سالب 2. كويس؟ طيب بالراحه معايا، سالب ضرب سالب يبقى موجب، خلاص متباين. طب 2 ضرب 15 برافو، 2 ضرب 15 ب 30. 30 ها ناقص 32 ها
30 هو سالب سالب مودة. 2 ضرب 15 30. 30 ناقص 32 سالب 2. هنقسم سالب 2 اللي هتطلع على كام؟ على 4 يديك سالب نص. خد بالك 2 على 4 على نص مش فيها 2. شايف الناس بتغلط؟ لأن العدد الصغير لما نقسمه على العدد الكبير دينا كسر. أهو نقول تاني سالب 2 حطيت سالب عشان تروح على السالب دي عشان يطلع العدد بالموجب. تمام؟ سالب سالب موجب 2 في 15 ب 30. 30 ناقص 32 سالب 2. سالب 2 تقسيم 4 يبقى سالب نص. تعالوا نرسم وركزوا معايا بقى في الرسم. أول نقطة عندنا اللي هي النقطة تعالوا نتابعها الأولى صفر وسالب 8. أدي الصفر وأدي السالب 8. ركزوا معايا. أدي النقطة. 2 وسالب 4. 2 طبعا اهي لان هو ماشي بالقياس الرسمي 0 و 4 يبقى هنا 2 وسالب 4 اهي. وبعدين وصلنا للخط اللي بينهم. ها طلع الخط ده اللي انتم شايفينه. هنوصل طبعا ونطول الخط وخط متصل عشان في علامه او يساوي. وهنروح للمتباين الثاني 0 و 6. الصفر اهي والسته هي بين الاربعه والثمانيه. يعني معنى كده ان السته مكانها هنا. ممتاز. طب تعالوا نحط اللون تاني. ها ادي صفر وستة. ها النقطة ديت أربعة وخمسة. أربعة وكام يا شباب؟ ونطلع عند الخمسة ليه؟ الخمسة اللي بين الأربعة والكام؟ والستة. دي أربعة اهي ودي ستة. يبقى معنى كده النقطة التانية. ممتاز. ووصلت بينهم طلع الخط دوت هو ده كده اللي بيمثل المتباينة التانية. خط متصل عشان في علامة أو يساوي. المتباينة التالتة صفر وسالب 8 يعني صفر وسالب 8 اللي هي نفس النقطة دي. وسالب 2 اللي هي هنا وكام؟ وسالب نص اللي هي هنا كده. قريبة جدا لأن ديت سالب 2 في الوسط بالظبط. ها سالب 1 هي في النص بقى كده. ها فحطينا النقطة أهو كده ووصلنا الخطين الاثنين دول كده. طلع الخط الثالث ده. لو تلاحظوا بقى ان الثلاث خطوط اللي انا رسمتهم كونوا مثلث زي ما انتم شايفين كده. كونوا من ايه؟ والمنطقه اللي جوه دي هي منطقه الحل المشترك. ليه بقى؟ تعالوا معايا كده. ده الخط الاولاني اهو اللي هو صفر وسالب 8 و2 وسالب 4 اللي هو ده. واي هنا في ايه؟ ها؟ واي هنا اكبر يبقى معنى كده ان انا اعلى. الخط ده اقل واي اقل يبقى اسفل. والخط ده اعلى. يبقى اذا هي دي منطقة الحل المشترك اللي هي دي. هي دي منطقة الحل الايه؟ المشترك. المهم هو عايز بقى رؤوس المثلث، يعني هو عايز بمنتهى البساطة عايز الرأس دي، عايز الرأس ده، عايز الرأس ده، تطلعها. تعالوا نطلعهم مع بعض كده. ها؟ يبقى رؤوس الحل خد بالك ان هو رتب رؤوس المثلث. رؤوس المثلث هي أول نقطة هي ها دي. طبعا النقطة ديت لو حددناها تبقى صفر وسالب 8 اللي هي مكتوبة اهي. يبقى أول نقطة صفر وسالب 8. ها النقطة الثانية اللي هي دهيت اللي هي عبارة عن كام يا شباب؟ برافو. دي أربعة ودي 8 يبقى دي ستة. وهطلع لغاية الأربعة يبقى ستة وأربعة. ستة وأربعة دي الرأس الثانية اللي هي ده تاني. بص دي أربعة ودي 8 يبقى دي 6 على إكس. هطلع عند واي اللي هي قبل أربعة. الرأس الثالثة اللي هي ديت اللي هي عبارة عن سالب أربعة وكام؟ ها وسبعة. ليه؟ لأن النقطة دي بين الستة والثمانية. يبقى الرأس الثالثة سالب أربعة و ها سبعة كده. يبقى أنا حددت رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني للايه؟ للنظام. عندنا بعد كده مساله تحقق. مساله تحقق دي هنسيبها لحضراتكم كواجب بنفس الطريقه اللي فاتت بالظبط. ثلاث متباينات هنحول الثلاث متباينات لثلاث معادلات. نعمل جدول لكل متباينه لكل متباينه في متباينين اثنين. وبعدين نرسم هيتقاطع الثلاث مستقيمات في رؤوس مثلث. هتحدد رؤوس الايه؟ المثلث. وبكده نكون وصلنا ل
لنهاية درس اليوم. طبعا النقاط الأساسية في درس اليوم هي تحديد منطقة الحل المشترك عند حل نظام من المتباينات، قلنا نظام من المتباينات يعني متباينتين أو أكثر، والحل المشترك هو الحل الذي يحقق كلا المتباينتين. تمام. النقطة الثانية أن لو كان المتباينتين لا يوجد بينهما منطقة حل مشتركة يبقى حل النظام بسوفاي ولا يوجد حل. الفكرة الثالثة في درس اليوم إزاي نحدد رؤوس المثلث الناتج من تقاطع الخطوط المستقيمة التي تمثل نظام من المتباينات. بنرسم كل متباينة نحدد مناطق الحل المشتركة، وبعدين بنحدد من على الرسم بيانيا رؤوس المثلث. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس اليوم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل في لقاء جديد ودرس آخر من دروس مادة الرياضيات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.